السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الفيديو غادي يكون مخصص على المغربي حكيم زياش. غادي نتعرفوا بالتفاصيل شكون النوادي المهتمه بالتعاقد معاه. وكالعاده بدون اطاله نبداو على بركه الله. حاليا كاينين ثلاثه ديال الفرق اللي باغيين يتعاقدوا مع المغربي، اللي هما اس ميلان من الدوري الايطالي، وليز يونايتد وايفرتون من الدوري الانجليزي. مبدئيا ميلان سبق لينا هضرنا على التفاصيل كامله، وقلنا ان النادي الايطالي باغي يتعاقد مع حكيم زياش على سبيل الاعاره بمبلغ 5 ملايين يورو مع امكانيه الشراء ب 20 مليون يورو. والجديد اليوم وهو ان ايفرتون وليز يونايتد دخلوا هما ايضا على الخط. ونبداو اولا مع نادي ايفرتون، والخبر كان المصدر ديالو في الاساس من الصحفي دين جونز اللي انفرد بهذا الخبر مع موقع كيف مي سبور، واللي من بعد الكثير من المواقع بارطاجاو هذا الخبر. المهم الصحفي دين جونز كشف ان فرانك لامبارد المدير الفني لنادي ايفرتون مهتم جديا بالتعاقد مع المغربي حكيم زياش في الانتقالات الصيفيه الحاليه، وان ايفرتون يراقب وضعيه المغربي مع نادي البلوز، حيث يحرص لامبارد على احضاره الى غوديسون بارك اذا كانت لديه رغبه في البقاء بالدوري الانجليزي الممتاز. وفعلا هناك احتمال كبير جدا ان حكيم زياش يرفض ينتقل لاي فريق في البريمير ليج بعد تجربته في نادي البلوز. المهم الصحفي دين جوز كمل وقال ان التغييرات في تشيلسي من المرجح ان تجبر حكيم زياش للبحث عن نادي جديد، وايفرتون هو النادي الذي يراقب بجديه وضعيه اللاعب المغربي. وايضا هذا الصحفي قال كلام مهم جدا واللي كان كالتالي: فرانك لامبارد مرتبط بجميع لاعبي تشيلسي المحليين، ولكن قيل لي ان لامبارد سيكون مهتما كثيرا بحكيم زياش ايضا اذا كان اللاعب حريصا على البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز. وهذه بخلاصه قصه اهتمام لامبارد بالدوري المغربي. واضح جدا ان المدرب الانجليزي واثق بمؤهلات حكيم زياش، وللاسف لو ما كانش تمت الاقاله ديالو من نادي تشيلسي كنا غادي نشوفوا حكيم زياش بنيفو اخر، ولكن قدر الله ما شاء فعل. اما ليز يونايتد فحسب ما ذكرته قناة سي بي اس البريطانية، واللي الخبر ايضا تبارطاجا في الكثير من المواقع، واللي قالوا ان حكيم زياش اصبح هدفا محتملا لنادي ليدز خلال الميركاتو الصيفي الحالي. واكدوا ايضا ان ادارة النادي تدرك بان الحصول على الدولي المغربي سيكلفها مبلغا ماليا مهما، لذلك غادي يلتجئوا لواحد الحل، وهو ان ادارة ليدز يونايتد غادي يقترحوا على ادارة البلوز تشيلسي القيام بعملية تبادلية. هما غادي تحصلوا على حكيم زياش مقابل مبلغ مالي صغير على ان ينتقل لاعبها البرازيلي رافينيا الى صفوف الفريق اللندني. وهذا اللاعب اللي هو رافينيا كيلعب كجناح ايمن ويميل ايضا لوسط الميدان، اي انه كيدخل للعمق، وهو ما يتقنه ايضا حكيم زياش. لكن ليز يونايتد يرى ان المغربي سيكون فعالا اكثر ويستطيع ان يتالق بشكل كبير جدا، لانه سيكون لاعبا اساسيا وسيعتمد عليه الفريق اكثر عكس ما يحدث له حاليا في تشيلسي. وحسب قناه سي بي اس البريطانيه قالوا ان ليز يونايتد في حال تمكن من التعاقد مع حكيم زياش سيكون قد عقد اهم واكبر صفقه له خلال السنوات الاخيره الماضيه منذ عودته لبطوله البريمير ليج. وباختصار هذه هي تفاصيل اهتمام ايفرتون وليز يونايتد بالدولي المغربي. وبين قوسين سبق لصحيفه التلغراف قالوا ان البلوز تشيلسي سيستمع الى العروض الخاصه بحكيم زياش في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، وهذا اوتوماتيكيا كيعني ان حكيم زياش ما بقاش في حسابات النادي اللندني. وايضا هناك تقارير كتقول ان نادي تشيلسي يتابعون لاعب رحيم ستيرلينغ اللي كيلعب في نادي مانشستر سيتي، وكيراقبوا ايضا الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونه الاسباني، ويبدو ان ذلك قد يكون له تاثير على مستقبل المغربي. عموما كمغاربه كنتمنوا كل التوفيق لحكيم زياش، وفي نظركم شكون الفريق الانسب للمغربي في المرحله القادمه؟ كيبقى في الاخير راي ديالكم، وخير كلامي ما قل ودل. وكالعاده كان معكم اسلام، الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله ومع السلامه.